السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع سيدي بلعباس لنقف على الجديد تاع المركب إنتاج العتاد الفلاحي بشراكة فنلندية وبمقاييس جديدة تم تحديثها في السنة هذه تاع 2023 بولوج إلى نماذج من الحصادات ذات سعة أقوى بكثير من الحصادات يعني اللي كانت تنتج قديما، وكذلك لتحديث عتاد المركب. وبدون إطالة نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الكامل والشامل عن مركب إنتاج الحصادات سومبو بشراكة فنلندية والذي يقع بولاية سيدي بلعباس. إذن بدون إطالة نترككم تتابعون، والسلام عليكم. تصنيع 6 حصادات يوميا و1000 حصادة سنويا هي الطاقة الإنتاجية التي توفرها شركة الإنتاج المختلطة الجزائرية الفنلندية لتصنيع عتاد الحصاد سامبو بسيدي بلعباس، صناعة محلية الأولى من نوعها بأياد ومواد أولية جزائرية وتكنولوجيا فنلندية رائدة عالميا. شركة سامبو الجزائر شركة مختلطة، الرأس المال العمومي يمثل 62% والرأس المال العامل الأجنبي يمثل 38%. يعني أنشئ هذا المصنع بطاقة إنتاج حاليا 1000 حصادة سنويا. الماكينة اللي ننشدها هنا في الجزائر هي لامام اللي تنتج في فنلندا، وبهذا بتجربة جزائرية، وكل العمال هنا وهم شباب، بدأنا بالشباب وكلهم كانوا حصلوا على تكوين في فنلندا وفي الجزائر. الرهان كبير والأهداف واضحة، تلبية الاحتياجات الوطنية وتجديد الحضيرة في العتاد الفلاحي كمرحلة أولى. فالمشروع اليوم حقق المأمول بنسبة إدماج فاقت 70% وتكنولوجيا أوروبية عالجت كل الاختلالات السابقة كصفر ضياع للمنتج أثناء حصده. واليوم الحمد لله رانا وصلنا إلى ما يقارب 70% في الإدماج الإجمالي، وهذا ما يخلص من فاتورة الاستيراد، وهي كانت تكلفة كبيرة على الخزينة الجزائرية. اليوم نجم تقول 30% نستوردوها من هذه الحصادة، وهي حصادات من طراز آخر طراز. هي آلات اللي جات تعوض الآلات الحصادات القديمة اللي كانت تدير خسائر. يعني إذا أخذنا 25% من مجموع الحصاد تاع السنة اللي هو 60 مليون قنطار في السنة، يعني عندنا حوالي 15 مليون هكتار قنطار اللي كانت تمشي كخسائر. طموحات الشركة كبرت شيئا فشيئا، وبعد تحقيق رهان الاكتفاء الذاتي الخطوة التالية العودة للتصدير بقوة واكتساح الأسواق الخارجية، والوجهة البلدان العربية والإفريقية مطلع 2024. تصدير وصدرنا في 2018، وانا سنخوض في التصدير ان شاء الله العام المقبل، ان شاء في هذه السنة القادمة ان شاء الله غادي نصنع حصادة جديدة ب 170 حصان. كنا في 120 حصان، غادي نفوتوا 170 حصان بالطابلية كوب من 4.2 الى 6 مترات، وبالخزان من 3000 لتر الى 6000 لتر. انطلقنا في عملية انتاج حصادات من نوع الكبير، وهذا للجنوب الجزائري. شركة سامبو لإنتاج العتاد الفلاحي ببلعباس تنتعش، وبوادر نجاح الشراكة الجزائرية الفنلندية تتجسد ميدانياً، ما يفتح الباب أمام الشركات ويفتح شهية الشركات العمومية والخاصة على مثل هذه التجارب الناجحة التي تستحق تعميمها على كل المجالات.